اليوم نتعرف على شخصية شاعرنا القدير عمرو ابن مالك الملقب بالشنفر. طبعاً يقال أنه لقب بالشنفرة لأن أشفاره، يعني شفته السفلى، متهدلة مثل أشفار البعير، لأن أمه حبشية، وهذا ليس عليه دليل، لأن الشنفرة في اللغة له معاني أخرى. الناقة السريعة تسمى الشنفرة، فمنذ طفولته متميز بالسرعة، لا بد أنه متميز بهذه الصفات الجسمانية منذ كان صغيراً. وأمه ليست حبشية، إنما لقب الشنفرة أرى شخصياً بسبب أدلة كثيرة سنتعرف عليها في القصيدة تدل أنه ليس غامق البشر. من خلال المصادر التاريخية نعرض شيء من حياته. يقول علامة الجزيرة حمد الجاسر في كتاب سرات غامد وزهران: الشنفرة هو من بني الحارث ابن ربيعة ابن الأواس بن الحجر ابن الهنو بن الأسد، وقد اختلف مترجموه في أصله ونسبه على 8 أقوال. شوفوا شلون هذا الرجل مختلف عليه بكل شيء إلا قصيدته لا يختلف عليها الناس، إنما هي ملهمة على مر التاريخ والأيام. أغلبهم نسبوا الشنفرة إلى الحارث ابن الأواس بن حجر بن الهنوء بن الأزد، وهو قول ابن حبيب والبغدادي والأصفهاني والحموي والسدوسي، وهو الصواب. ويقول الإمام أبو عمرو البصري إمام القراءات واللغة: أصح ما قيل في اسمه أنه عمرو بن مالك، وهو شاعر من فحول شعراء العرب، امتاز بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس وسرعة العدو يضرب به المثل، فيقال أعدى من الشنفرة. أما أمه اسمها مليحة بنت شمس من قبيلة فهم التي توجد بين قبائل ثقيف وبالحارث، تلك الأصدار النازلة من جبال السروات في الطائف وما حول أسفل منها، أو مجاورة لبني ذبيان اليوم. قتل والده عندما كان صغيرا، هذا مثبت أن والده قتل، لكن الاختلافات تأتي من أسره ولماذا أسر ومن الذي أسره. هنا تأتي الخلافات الأخرى كما خلافات على اسمه. الذي قتل والده اسمه حزام ابن جابر من قبيلة سلامان، اللي صب غضبهم عليه لأنه كبر وانتقم منهم شر انتقام، لأنهم بدأ يغير عليهم ويقتل منهم الرجل تلو الآخر، حتى أنه لما قدم منى رايح حج، يعني لا تحسبون أن الشنفرة ما حج، حتى قبل الإسلام كانوا يحجون، رايح يحج في موسم الحج وهو محرم، قالوا هذا قاتل أبيك. وطبعا العرب أصلا يحرمون القتال في الأشهر الحرم ويعظمون، لكن لما شاف قاتل أبيه على طول قتله وهرب من الحج وقال تائيته الشهيرة، طبعا له قصائد أخرى غير اللامية، قال: قتلت حزاما محرما بملبد، يعني شعر ملبد، فتكت به بين الحجاج المصوف، جزينا سليمان ابن مفرج قرضها بما قدمت أيديهم وأزلت. طبعا الشنفرة كان له رفقة في صعلكة أشهرهم زي ما قلنا ابن خالته تأبط شرا وعمرو بن وراقة، وكلهم هؤلاء الثلاثة كونوا فريق ثلاثي عدائي من أعدى العرب. هذه السرعة أتاحت لهم النجاة أكثر من مرة من أعدائهم في قصص كثيرة، وخلصتهم من موت محتم في قصيدة شهيرة حتى أن تأبط شرا ذكرها، وهو أن تأبط شرا وعمرو بن براقة ومعهم الشنفرة، لأن الشنفرة هو سيدهم دائم، هو أقواهم وأسرعهم وأفتكهم وأدقهم رماية، غزوا بجيلة، بجيلة قريبة من هنا، ولم يغنموا شيئا، ثم هاجمتهم بجيلة فأسرت عمرا لأقلهم سرعة وأفلت صاحبها الشنفرة وتأبط شرا، انفلتوا منهم. لكن لما أسر عمر ما تركوه، خططوا الكمين محكم، فماذا سووا؟ اختبأ تأبط شرا قرب الأسير، يعني قرب عمر، والشنفرة جاء من بعيد يدور عليهم مثل الذئب، تراءى لهم وأطمعهم في نفسه فتبعوه، ركضوا وراءه، قالوا والله الحين عندنا عمر ونبي نمسك الشنفرة، هذا شيء عظيم، فتبعوه فأتى تأبط شرا من الخلف
وحرر عمر ونجا الجميع. أرجلهم كانوا يقدسون أرجلهم، لأن رجلينهم هي التي تطير زي الأجنحة للصقور، وأهمية الرجلين لكل الصعاليك ذكروها في أشعارهم، لأنهم لا يستطيعون يشرون الخيل، والجبال الوعرة في منطقة السرات والأصدار ليست مكاناً لجري الخيل ولا حتى الإبل، إلا نوع من الإبل نادرة علشان تركض فيهم، فاعتمدوا على أرجلهم. لذلك نجد الشاعر يفديها، اللي هو اسمه حاجز الأزدي، وأيضاً هو من الصعاليك، أسرته قبيلة خثعم، فماذا قال؟ فداً لكما رجلي أمي وخالتي بسعيكما بين الصفا والأثائب. طبعاً الصفا والأثائب أماكن من هنا. مثلاً حاجز الأزدي يفدي رجليه بأمه اللي هي أقرب الناس إليه وخالته، لأن رجليه اللي تنقذه من الموت، أما أمه وخالته فهم في أمان، هم اللي يجعلونه يسعى بين هذه الأماكن. وهذا ينطبق حتى على الشنفرة وعلى تأبط شرة، أرجلهم هي أهم شيء وأهم ما يملكانه من سلاح. نعود ونقول بأن اللغة العربية لغة معجزة قديمة، وأول لغات البشر وأمها جميعاً نزلت مع سيدنا آدم عليه السلام من الجنة، ولدت كاملة حتى حيرت علماء اللسانيات، ثم عبرت الخط الزماني منذ بداية الوجود الإنساني وحتى يومنا هذا بأدلة كثيرة. الآن الأبجدية الثمودية والمسند الجنوبي والألفبائية العربية، هي جميعاً حال العالم يقولون ألفابت. ولأهمية هذه القصيدة المعجزة التي فيها عبارات وفيها حياة وفيها كلمات تواكب أدق تفاصيل الحياة بجميع تعقيداتها، اهتم بلامية الشنفرة اللي هي لامية العرب جماهير من علماء العرب القدامى والمحدثين، واعتنوا بشرحها وتعليمها بل وتحفيظها للمبتدئين، واستمر إلى اليوم. كما اهتمت الأوساط الأكاديمية بدراستها، وكتبت فيها عشرات الأطروحات للماجستير والدكتوراه لتحليلها ودراسة الصور البلاغية فيها وغير ذلك، ورغم ذلك ما زالت عصية، يعني تحتاج بحث أكثر وتحتاج تحليل أكثر، لم تنتهي. فعلا هي ليست فقط جميلة، بل عباراتها تولد عبارات مشهدية تظل تشاهدها وتأخذ من جوانبها وزواياها معاني كثيرة. هذا سر لامية العرب. نعم، ولا ننسى كيف اهتم المستشرقون بها وبالأدب الشنفري، حتى إنها نشر تحت عنايات مختلفة، يعني نشر منها تحت عنايات مختلفة، منها عناية سلفستر دو السياسي فرنسي، وعناية روس في ألمانيا، وعناية ريد هاوس في لندن. بل إن هذا النوع من الشعر اللامية كان ظاهرة حضارية إنسانية، خلنا نسميها لاميات الأمم، فإن ديوان الشعر العربي غني بالعديد من القصائد المعروفة التي اشتهرت بحسب حروف الروي أو الحرف الأخير، يعني من القافية الروي حرف اللام، لاميات كثيرة تنتهي بحرف اللام لتمييزها عن بقية القصائد المتعددة، وشرع على الإطلاق طبعا لامية العرب للشنفرة. لكن هناك شعراء آخرون كتبوا لاميات شهيرة لها موقع في مكتبتنا العربية الخالدة، منها لامية العجم للطغرائي في القيم النبيلة، وفيها البيت الشهير الذي تحفظه أكثر الألسن: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولامية اليهود للسمو البن عادية صاحب تيمة في الأخلاق، ولامية الهنود في السيرة النبوية للدهلوي، ولامية الأخلاق والحكم لابن الوردي، ولامية المتنبي. هذا كله يدلنا على أن اللغة العربية كائن حي يتنفس، شكل العمود الفقري لأسانيد القيم والأخلاق الإنسانية، عبرت بها المكان والزمان منذ علم الله سبحانه آدم الأسماء
وباها به الملائكة، لأن آدم عرف الأسماء كلها والملائكة لم يعرفوها. لغة أم جامعة، وما زالت جامعة لأكبر المصطلحات وأكبر الجذور على مستوى لغات البشر كلهم، إنها اللغة العربية. أبشروا يا معشر الصعاليك، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك 500 عام. ولأننا في منهجنا في الأدب وفي الجغرافيا وفي التاريخ وفي علم الإنسان ننزل للميدان، أتينا إلى تهامة الباحة، أتينا إلى الميدان، إلى مكان مهم لتتبع تاريخ الشنفرة وأصحابه، لكن التركيز على الشنفرة. واستضفنا حبيبنا صالح بن سويدان. كيف حالك؟ يا هلا، حياكم الله، يا مرحبا. أنا شفت لوحة هنا اسمها إيش؟ الصعاليك. الصعاليك، جمع صعلوك. الوادي اللي هناك ماذا يسمى؟ وادي الصعاليك، تابع لمحافظة قلوة، منطقة الباحة. أيوه. أستاذ صالح، أنتم من متى تسمون وادي الصعاليك؟ من أب عن جد، من يوم عرفنا وهي وادي الصعاليك، نسبة إلى صعاليك العرب. نعم. يقولون أنهم كانوا ينهبون القوافل. إيه. ويلوذون بجبل القلب في نخرة. كم المسافة بين وادي الصعاليك وبين جبل نخرة الذي يلوذون بها الصعاليك؟ تقريبا 3 كيلو إلى 4 كيلو. وجبل نخرة هذا جبل عالي، صح؟ جبل كبير، إيه، عالي مرة، فيه صخرة كبيرة يقال لها القلب، ساكنين في نفس الصخرة هذه. إذا نقول مثل عروة بن الورد كان يجمع الصعاليك في منطقة بين القصيم والمدينة تسمى ماوان، وذكر ماوان في شعره. ربما أن الصعاليك كمجموعة يجتمعون في الوادي هذا أو في مورد الماء اللي قامت عليها القرية، قرية الصعاليك، ويكون مكانهم ومستقرهم وتقسيم الغنائم اللي يأخذون، لأن هذا إبل وأشياء لازم يصير عندهم ماء وسكن. لكنهم إذا صار لهم غزو وخافوا يذهبون إلى جبل القلب. جبل القلب. طيب أخ صالح، وادي الصعاليك هذا وش فيه آثار؟ يعني فيها آبار وفيها محل مويه، محل قال لها الفاتح، وفيها موقع ثاني قال لها الرمادي. وهذا يعني مكان يصيدون فيه ماء الأمطار. إيه، ماء الأمطار، وما يعني معين ثابت. بس طيب كم طوله وادي الصعاليك؟ 30 كيلو، ويتقابل مع وادي دوقة ووادي سمعة. نعم. ويصب في البحر الأحمر. الله عليه. طيب هل تعرف أخ صالح أن وادي الصعاليك قريب من طريق الساحلي التجاري يسمى الجند؟ إيه؟ عليه سوق حباشة. إيه؟ يعني هم ربما أنهم يقطعون الطريق الحباشة، والتجار اللي يأتي من شمال وجنوب، من اليمن ومن الشام ومن مكة. يعني الجند كم يبعد من الصعاليك؟ تقريبا 20 كيلو. نعم. إلى 20 إلى 15. نعم. مسيرة ساعة على ناقة. صحيح. طيب شا السبب هو هذا الوادي صار وادي الصعاليك؟ الأودية كثير. أول شيء قريب من طريق الجند، وثاني شيء فيها مويه ثابتة على مدار العام ما تقطع، سواء جاء مطر أو ما جاء. الآن بنروح الجبل القلب. جبل القلب بجنب وادي فلج، صح؟ صحيح. وادي فلج قريب من وادي الصعاليك. الصعاليك بجانبه. طيب أنتم تحبون اسم وادي الصعاليك؟ يعني الاسم نحبه طبعا. أنا تري صعلوك. نحن صعاليك. إيه، الصعلوك طيب. أنا يعني مسكين ضعيف فقير، والله ترى أنا والله صعلوك. الصعلوك يدخل الجنة بدري. شوف
وغربا عن وادي الصعاليك بمسافة 2 كيلومتر وصلنا إلى مكان يشرف على مكان مهم، ومعنا الباحث الأستاذ والكاتب ناصر الشدوي. مرحبا، كيف حالك؟ حياك الله. إحنا الآن أتينا ها هنا، أخبرنا عن هذا المكان وما هو هذه القبة الجرانيتية العظيمة، وعلمنا عن خريطة تأبط شراً والشنفرة بالذات. تفضل. هو يحسن بنا أن نلقي الضوء على تأبط شراً كصديق، أو كما قيل في التاريخ أنه قريب للشنفرة، اللذان كانا يسرحان ويمرحان في هذه المناطق، وكان هذا مسرح بطولاتهم في هذه الأودية. وهذه القمة، قمة القلب، هي الملاذ الذي يلوذان به عندما يغيرون على العربان في تهامة، فيصلون أحيانا إلى وادي الأحسبة، ثم يلوذون بهذه القمة الصعبة جدا والوعرة. فهناك مكان يسمى مرابط الخيول، فربما كانوا يربطوا خيولهم تحت القمة التي يجب أن يتسلقوها تسلقا. يعني في القمة هذه في بعض الآثار الموجودة للاستيطان أو للسكن، وأبرزها اللي هي حصاد مياه الأمطار. هناك أحواض مبنية على القمة تحصد المطر حتى يستفيدوا منه طول إقامتهم على هذه القمة. الشنفرة وأصحابه يلذون بهذا الجبل الشاهق من الجرانيت عندما يكون الخطر يعني شديد عليهم. الإبل والخيل لا تستطيع الوصول إلى هذه القمة، ولا حتى السيارات، يعني هذه أقرب منطقة ممكن نصل إليها. هذه القمة يراها المشاهد يعتقدها أنها واقفة زي الجدار، لكن يستطيع الإنسان الحاذق أن يتسلقها، لكنها صعبة جدا، لازم يكون متسلق متمرس، لذلك كانت ملاذ لهم، يعني مو أي إنسان يطلع عندهم. الآن يا أستاذ ناصر، بما أنك من أهل شدى الأسفل وتعرف المنطقة، اشرح لنا عن الشنفرة وأماكن غزواته. نحن الآن في تهامة السفلى، ليس كذلك؟ نعم. البحر ليس بعيدا منا. نعم. فوقنا منها هنا الصدر والسرة. والسرة، ولماذا أحيانا الشنفرة ينزل إلى جهة الغرب قريبة من الساحل، وأحيانا يكون في وادي بيدة شرقا عن السراء تحت باتجاه نجد، يأتي لها هنا ويأتي لها هنا؟ هل هو ذا له علاقة بالطقس مثلا في الصيف وفي الشتاء؟ ممكن جدا، لأنه إلى اليوم يعني كثير من سكان السراء ينزلون إلى تهامة في الشتاء، وعنده مواسم هو تأبط شرا. موسمهم في الشتاء تهامة للدفاء والقرب من طرق التجارة المعروفة، يعني أيضا مناطق سهلة للخيول ومناطق آمنة على قمم الجبال. في الصيف ممكن يكون ديارهم ومسرح أعمالهم في السراء، كون السراء في الصيف باردة، وممكن يكون في السراء أيضا دياره ومنزله وأمه موجودة هناك من بني فهم، فهو ربما يفعل غاراته في تهامة ثم يصعد مرة أخرى إلى منزله ويستقر هناك. هنا المناطق تهامة أوسع وأفضل له في غاراته، كونها قريبة من طرق التجارة اللي لا تنقطع، يعني من الشمال إلى الجنوب. إذن يا أستاذ ناصر، في طرق تجارية اللي عن السرات شرقا، وطريق السرات اللي يسمى ماذا؟ طريق البخور، اللي هو درب أسعد الكامل، بعدين أصبح درب الحاج النجدي اليمني الأعلى، وهذا الاسم الصحيح يعني. وفي طريق الجند اللي هو الساحلي. إذن هم بين هذه الطرق. نعم، وذكر الشنفرة لسوق حباشة. نعم. هذا دليل أيضا على أنه فعلا تهامة كانت مسرحهم. معروف أن طريق الجند يمر على أسافل الوادي قنونة الموجود في هذا الوادي، سوق حباشة المشهور الذي كان من قبل العصر الإسلامي، وهذه أحد الشواهد أنه أن السوق هذا قديم من قبل الإسلام. ذكر الشنفرة، الشنفرة متوفي قبل الإسلام بحوالي 100 عام أو قيل 70 سنة، وهدم نهاية القرن الثاني عام 197 للهجرة. هذا دليل أن الشنفرة هذا مسرحه من هنا إلى حباشة، قريبة طبعا حباشة أو وادي قنون. الآن لو نبي نروح للقمة، ولا صعب نتسلق؟ القمة صعبة جدا، لكن ممكن نقرب من القمة مشيا على الأقدام. نعم. كم يبغى له مشي على الأقدام؟
والله يحتاج إلى قرابة ساعتين، ساعة ونص أكيد فقط. أي هذا؟ هذا لكن السيارة توصل تحته بالضبط. إيه والغار وينه بالضبط؟ حددوا لي الغار هناك عند الشجرة ذيك. لا مو عند الشجرة، الآن لما ننتهي من الشعب اللي قدام عنا يبان، بعدين الشعب يختفي عند الغار بالضبط. يعني الغار مو فوق تحت؟ لا لا لا، في أرض منبسطة كذا، غار فيها الرسمة ويسموه غار النبل، كأنما كانوا ينبلوا فيه أو أو يتمثلوا فيه، أو في رسومات كذا. هي في الرسمة أيوة اللي عليها يسمونها. نبدأ قراءة قصيدة لامية العرب، والحقيقة أن القصيدة هي تبدأ وليس القارئ الذي يبدأها. أول حرف من القصيدة يقول الشنفرة فعل أمر: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل. يقول الشنفرة: يا بني أمي، لا مقام لكم بعدي، وأنا أخوكم الكبير، فمن الخير لكم أن ترحلوا. وقوله بني أمي يقصد به إخوانه من أمه، إذ ليس له أخوة من أبيه، واضح من القصيدة، فقد قتل أبوه وصغير، وأكيد متزوجت شخصا آخر، فصاروا له أخوة من الأم أصغر منه، فلذلك هو يأمر عليهم: يا بني أمي أقيموا صدور مطيكم، وجهوا الصدور يعني الصدر من كل ناقة، وجهوها يعني خذوها من المبارك مع الإبل وجهزوها، وجهوها للجهة التي يريدها، يعني جهزوها وحضروها للسفر، أسقوها الماء وأعطوها بعض الطعام، وعلشان تنطلق مثل تجهيز السيارة، مثل تجهيز الطائرة، نفس الشيء. طبعا هو يتجهز هو لرحيله عنهم، لكنه يريد أن يخبرهم مباشرة: فقد حمت الحاجات، قدرت ودبرت، والليل مقمر. ودائما يقولون أمر دبر بليل، هو ذكر الليل هنا لمقصد، لأن الليل أستر للإنسان والعيون لا ترى أي أحد، هو الحوار الآن بينه وبين إخوانه من أمه الذين يحفظون سره، يعني الليل أبو الأسرار زي ما يقولون. لطيات جمع طية بالكسر، وهي الجهة التي يقصد إليها المسافر، هو عنده نية لم يخبر بها إخوانه، لكنه يقول جهزوا النياق. أرحل هو جمع الرحل، هذا هو الرحل، وهو أشداد باللغة الدارجة، الشداد، وهو ما يوضع على ظهر البعير، ليس السرج اللي يوضع على ظهر الخيل، هذا خاص بالإبل، يوضع على ظهر البعير، وإذا وضعوا الشداد أو الرحل يضعون فيه كل الحاجات من قربة ومن أدوات، فالرحل مهم، لذلك ذكره في القصيدة. طبعا لما قال والليل مقمر يعني وقت السفر المعتاد للعرب، العرب يسافرون بالليلة القمراء ويتباركون فيها اللي هي الأيام البيض، وأيضا العرب يتشاءمون من ليالي المحاق، المحاق عندما يكون القمر غير بدر ولا فيه ضاءة، محاق في ذلك الأيام لا توجد أنوار ومصابيح في الناقة، فكيف يرون؟ فكانوا يذهبون في الليالي المقمرة.
ويحرصون على السفر في الإدلاج، يعني الإدلاج أول الليل أو السرى لسرات الليل هتف الصباح. ومعنى البيت: قدر رحيلي عنكم فلا مفر منه فتهيأوا له. وهنا نلاحظ نقطة تحول في أدب الصعاليك عن الشعر العربي، وهو كسر رتابة القصيدة العربية التقليدية التي تبدأ بمقدمة التشبيب اللي هو الغزل، ودائما يخفون الأسرار. لكن الشنفرة واضح من الأصل، واضح القصد. اللامية هذه صادقة جدا، ما فيها لف ودوران، على طول بدأ بالإعلان إني سأرحل دون مقدمات، وأوضح النية وأفصح عن النيات والأهداف، لأنه يقول في غيري كل له نية وكل له موقف. طبعا هذا الموقف في التبري من العشيرة يشبه موقف الصعلوك عروة بن الورد عندما قال: أقيموا بني لبنى صدور ركابكم، فكل منايا النفس خير من الهزل، سواء صدور مطيكم أو صدور ركابكم. البطية لأنها تمتطى ويمشى عليه، وأيضا الناقة الهجن هذه، لأنها هجن ليست نياق للحليب، هذه الهجن، وأيضا تسمى ركاب. والله ذكر: ما وجفتم علي بخيل ولا ركاب. فالركاب يطلق على الإبل، ما يطلق على الحيوانات الأخرى. وفي مفهوم الارتحال في عصر ما قبل الإسلام وعادات وأغراض الارتحال، في بحث ماجستير للأستاذة وفاء سليمان العليان: فالارتحال من الركائز التي تقوم عليها الحياة في العصر الجاهلي أو عصر قبل الإسلام، فقد كان من الطبيعي أن تتعدد الأغراض والدوافع التي من أجلها يقوم الارتحال. أول شيء دوافع ذاتية وأسباب عامة. فالدوافع الذاتية هي الأساس التي تبنى عليها الرحلة، ثم تأتي الأسباب الظاهرية والعامة لتكون مبرر للقيام بهذا الارتحال والسفر. والأساس أن الرحلة غاية في حد ذاتها وأنها ضرورة، والمقصود بالضرورة هنا هي الضرورة الذاتية التي تدفع الإنسان للرحيل، رغم أنها قد تكون مضادة لرغباته أو منافية لتوجهاته العقلية ومخالفة لاستحسان الآخرين. لكن الارتحال مفيد لأنه فيه تجارة، وفيه تكسب بالشعر، وفيه طرد، وفيه فرار، وفيه صعلكة، وفيه ارتحال عن مباهج الحياة، وأيضا فيه ارتحال بسبب الجد. إذن هو الارتحال له أسباب كثيرة متنوعة. لكن نلاحظ أن الشنفرة في لامية العرب في بداية ارتحاله واختياره لحياة الصعلكة ذكر الإبل، لكن لاحقا هذه الإبل اختفت من القصيدة ودخل فيها حيوانات لا يستطيع بني البشر العاديين أن يتآلفوا معها أو يعيشوا معها، إنها حيوانات مفترسة سوف نتعرف عليها في بقية الأبيات.